فقرة وجها لوجه هذا المساء تتوقف عند التشكيلة الحكومية الجديدة في المغرب، تشكيلة طال انتظارها منذ استقالة وزراء حزب الاستقلال قبل 3 أشهر، استقالة وضعت حزب العدالة والتنمية بزعامة عبد الإله بن كيران أمام خيارين، إما التحالف مع أكبر معارضيه التجمع الوطني للأحرار أو خيار الانتخابات التشريعية المبكرة. بن كيران أثر التحالف مع الأحرار ودفع ثمنه تنازلات كبيرة، فتخلى عن عدة حقائب سيادية أبرزها الخارجية. ضيفا وجها لوجه اليوم هما ممثل حزب العدالة والتنمية في الخارج وعضو المجلس الوطني عمر المرابط، أهلا بك سيد المرابط، وعضو المجلس الوطني عن حزب الاستقلال جهاد المصباحي، أهلا بك سيد المصباحي. مرحبا. البداية معك سيد المصباحي، الحكومة الجديدة هنا، كيف تنظرون أنتم كحزب الاستقلال إلى هذا الائتلاف الجديد؟ نعم، طبيعة الحال نحن ننظر إلى هذه الحكومة كنظرة الشعب المغربي عامة، وهي إحساس بواحد الإحباط سياسي كبير عند خروج هذه التشكيلة الحكومية. الشعب المغربي وحزب الاستقلال خاصة يحسون بواحد تراجع عن المكتسبات الديمقراطية والدستور تاع 2011 اللي نزلناه مع اللي نزلوا صاحب الجلالة مع إرادة الشعب المغربي. وهذه التشكيلة الحكومية نعتبر أنها تمثل العديد من الاختلالات باش نكون مختصر في 3 نقاط بالنسبة لي اللي هي أهم النقاط. أولا تمثيلية النساء، نحن فرحون بارتفاع عددية التمثيلية من امرأة واحدة سيدة بسمة الحقاوي إلى 5، لكن نندد بهذا النوعية تاع الحقائب السياسية والوزارية اللي تناولوها. بطبيعة الحال ليس من المعتبر أن جميع الوزيرات في حكومة المغرب لهن سوى وزارات منتدبة. والتذكير فقط، فحكومة السيد عباس الفاسي كانت تضم 7 نساء في الحكومة بوزارات جد معتبرة كالصحة والمعادن والتضامن الأسري. النقطة الثانية هي ارتفاع عدد الوزراء. كيف يعقل أن المغرب يمر من واحد الأزمة اقتصادية خانقة وكنشوفوا أن الحكومة مرت من 31 وزير إلى 39 وزير؟ أين هي صرامة السيد عبد الإله بن كيران أمام هاد الحلفاء السياسيين الجديدين اللي عنده، حيث أنه كان صريم جدا مع المعطلين المغاربة، برر عدم إدماجهم بالأزمة الاقتصادية بعدة عوامل أخرى، ولكننا كنشوف أن العدد ارتفع من 31 إلى 39. أخطر من هذا التمثيلية، يعني أشخاص الممثلين لهذه الحكومة، أكثر من نصف عدد هذه الحكومة يمثلون أعضاء من الجويد، أي التحالف الحكومي اللي كان قبل الانتخابات، اللي كان المغاربة كلهم كيعرفوا هذا التحالف كيتفارق مع العدالة والتنمية السب والشتمان عبر الزعماء السياسيين، اليوم كيتحالف معه. التقنقراطيين، حضور التقنقراطيين زائد هذا الجويد، المجموعة 8 تمثل عدد أكثر من نصف 50% من وزراء الحكومة الجديدة. هذا مس بالحكومة بالديمقراطية المغربية. نحن نلاحظ أن الديمقراطية المغربية في خطر. السيد بن كيران تنازل عن الصلاحيات اللي خولها له الدستور، وكنشوف واحد حكومة جديدة لا تمت بصلة بنتائج شرعية، يعني بإرادة الشعب. كيف يمكن أن المواطن المغربي يثق بالسياسة وبالأحزاب إذا كانت نتائج الانتخابات تاعو لا تمثل في الحكومة الجديدة؟ تقنقراطيين زايد. ونزيد واحد آخر نقطة، اسمح لي آخر نقطة هي تشتيت القطاعات. توني كلمة من بعد نقدر نشرح أن تشتيت القطاعات، كيف يعقل أن نجد في 3 وزارات نفس 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 الشؤون؟ مثلا الشؤون الاجتماعية، نلاحظ أن هناك 3 وزارات منتدبة تتكلف بالشؤون الاجتماعية. أين هي الحكامة؟ نريد حكامة جيدة. حزب الاستقلال يطالب بحكامة جيدة. لكن قبل أن أريد أن أتوقف عن النقطة التي سبقتها مع سيد المرابط، يعني السؤال الذي طرحه سيد المصباحي الجميع يطرحه حتى أعضاء في حزب العدالة والتنمية، كيف يتخلى بن كيران عن هذا العدد من الحقائب الوزارية؟ هو الذي فاز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية. نعم، أولا شكرا على استضافتكم. هناك مقاربتان لفهم ما يجري. المقاربة الضيقة وهي من منظور حزبي ضيق الذي يرى منطق الربح والخسارة، منطق هل لـ8 مقاعد 10 أو أكثر،
وهذا منطق ضيق يغلب المصلحة الحزبية على مصلحة الوطن، وهذا ليس منطقنا في حزب العدالة والتنمية، وربما هو منطق بعض الآخرين وهم الذين يتحدثون بهذا المنطق. مقاربة مسؤولة وهي مقاربتنا، وهي مقاربة واعية تراعي مصلحة الوطن، تراعي مصلحة المغرب أولا وأخيرا، ولا تبالي بالمصالح. ونحن عندنا مثلا وزير الخارجية يعني خرج وقال أنه وضع حقيبته رهن إشارة رئيس الحكومة لأنه يغلب مصلحة الوطن على مصلحتي الشخصية ومصلحة المصلحة العليا للوطن. ثانيا يعني إذن المقاربة، السياق السياسي يجب أن نعلم أن هناك سياق سياسي داخلي يتسم بأزمة اقتصادية صعبة، ويتسم أيضا بمناخ اجتماعي والمحيط يعني في دول الربيع العربي، وهذا السياق السياسي لا بد من مراعاته ولا بد من احترامه، ونحن نريد أن نحافظ على استقرار المغرب ونحافظ ونراهن على استمرار التجربة. وأريد أن أجيب فقط يعني حتى يكون لنا نفس الوقت، سيكون لك سأعود معك مع هذه النقطة الأخيرة لك. عودا إذن إلى وجها لوجه معك سيد عمر المرابط ممثل حزب العدالة والتنمية في الخارج وعضو المجلس الوطني، كنت تريد أن تجيب سيد المصلاحي. نعم. عن نقطة ثالثة. أولا كنت أريد أن أكمل النقطة حول السياق السياسي لأقول بأن يعني حزب العدالة والتنمية رعى هذا السياق السياسي وحاول يعني أن يحافظ على الاستقرار، ولهذا نحن منطقنا ليس كمنطق الذي خرج لا يراعي في المغرب إلا ولا ذمة ويريد مناصب أخرى ويريد تغيير كل شيء. نحن لم أقاطعك فلا تقاطعني، شكرا. ثم أكمل يعني الأخ المصباحي يتكلم عن اختلالات، عجيب أنه يتكلم عن اختلالات ويتكلم عن قلك بأن عدد النساء انتقلنا من واحدة يعني من واحدة إلى ستة ويعد هذا اختلالا. ثم لا هو ما يعده اختلالا، هو ما يعده اختلالا. كنا نحن سعيدين بالتعددية ولكن ليس بالنوعية. ولكن المسؤولية لم هناك كفاءات نسائية مغربية لهن الحق. بأن النساء في الحكومات السابقة كان أغلبهن كنا يفرضنا من طرف القصر على بعض حتى يكون هناك بعض نساء. ولكن ما تقوله في هذه الحالة أليس هو ما ينطبق اليوم؟ ألم تزيد عدد النساء زدنا عدد النساء نعم هناك طلب شعبي ونحن لبينا هذا. ثم نذكر بأن حزب العدالة والتنمية هو الوحيد الذي كان ممثلا داخل الحكومة يعني بامرأة، حزب الاستقلال لم يكن ممثلا بامرأة. لا تقاطعني يا أخي أنا تركتك تتكلم 10 دقائق فاتركني. لا أنا أتظن بأنني سيد المرابط لم أتفق معك وتركتك. فالديمقراطية تعلم الديمقراطية في حزب الاستقلال ومنها ترك الآخر لحزب الاستقلال خير ترك الآخر خير دليل على صحة حزب الاستقلال بكل عفو. أنا سأعقب وجهة نظرك. هو ما كان يقوله عن موضوع النساء هو أن العدد زاد ولكن المسؤولية ليست بحجم العدد الذي زاد لأن يعني هذه ليست حكومة جديدة. هذه حكومة وقع فيها يعني تعديل حكومي فأعطت هذا، والحكومة يعني رئيس الحكومة بذل مجهودا كثيرا في هذا المجال يعني. ثم يعني أريد أن أذكر ببعض النقط الأساسية في الحكومة. أولا يعني زيادة عدد النساء. ثانيا يعني يجب أن نعلم أن حزب الاستقلال كان يراهن على إفشال المفاوضات. كان حزب الاستقلال أتعجب الأخ يتحدث يقول بأننا أدخلنا من الناس ديال يعني الجيوت ما يسمى الجيوت. مؤخرا كان هناك يعني انتخابات برلمانية بملا يعقوب في مدينة فاس الذي فاز بها وفاز بها حزب الاستقلال. نعم. لكنه تحالف مع الجيوت يعني يعيبون علينا ما يفعلون. ليكون دلائل على هذا الشيء ثم المغربي في نفق مجهول تجاهه، والدليل ما كان يقوله الأمين العام لحزب الاستقلال وهو يتحدث عن بركلان ويتحدث عن مصر يعني ويضع المغرب في سياق الربيع العربي كأن المغرب تغيرت قيادته. ونحن فخورون بأن المغرب بفضل حكمة جلالة الملك بقي على هذا الاستقرار وقام بالإصلاح وقام بالديمقراطية جلالة الملك ليس ولهذا بحكمة ولهذا لم تحترم الديمقراطية ولهذا لا
يشالها. سيد رابط لا يقول فقط وجهة نظر حزب العدالة والتنمية، هو أيضا ينقل وجهة نظر العديد من المراقبين والمحللين الذين رأوا في استقالة حميد شباط قبل 3 أشهر محاولة لإفشال بن كيران وللخروج هو كرئيس للحكومة. أخت روعة، الشعب المغربي شاهد وعاش هذه اللحظة السياسية. الحزب الاستقلال قدم مطالب عدة لحكومة السيد عبد الكريم بن كيران ورئيس الحكومة التي قوبلت بنوع من الاستبداد الرأي ولا مبالاة ونوع من الحكامة الحزبية. الحزب الاستقلال كانوا يطالبوا بمبادرة وجهة الآراء، قدموا مطالب لإصلاح صندوق المقاصر، لإصلاح الضريبي، لإصلاح التقاعد، قدمنا مذكرات، لكن السيد عبد الإله بن كيران قابل كل هذه المذكرات بلا مبالاة. الآن خلينا عافاك نعقب على واحد النقطة، كان الأخ يتهكم على حزب الاستقلال بأننا حزب يطالب بالمناصب. لا بتاتا، احنا فرق شوفوا عدد الوزراء الذين قلتم عوض الذين المصوب ضد الذين المصوب الحكومه، هذا كل معروف. المغرب كامل عارف ان المغاربه عارفه ثلاثه اشهر كانت ثلاثه اشهر من اجل تقسيم المناصب ومراعاه الآن تاع الاحزاب، تقسيم وتشكيل الحكومه الجديده خير كان على ذلك. لو كان تقسيم كما كيف يمكن ان حصل حزب العداله والتنميه على اكثر؟ حزب العداله نحن مستعدون للخروج الى الانتخابات لكنه من منطقي رجال الدوله بمنطقي المصلحه العامه، رجال الدوله تقنوقراطيين وحزب الاحرار الذين حاربتموهم. نحن فخورون بالتحالف مع اعدائنا، نحن فخورون بوزارة التقنوقراطيين. لا نقول لأننا ضربة موجعة للديمقراطية وتيرة الإصراع. ولهذا قمنا بالنداء على بعض التقنوقراطيين فعلا للإسراع بوتيرة الإصراع. ولكن أريد أن أتوقف عند نقطة أنت حضرتك قلتها سيد المرابط، فقط الشعب المغربي وبرلمانيين. عند نقطة قلتها حضرتك سيد المرابط قلت أن حزب الاستقلال كان يريد أن يضع أصدقائه في الحكم. أليس اليوم هناك في التشكيلة عدة وزارات يقال ويعتقد بأنها مكافأة من بن كيران لمن بقي وفيا له، ومنهم الوزير الذي كان عضو في حزب الاستقلال وزير التربية سيد الوفا، والذي لم يبقى وزيرا للتربية ولكنه لا يزال في الحكومة. أليست هي مكافأة أيضا من بن كيران لأصحابه؟ هذه ليست مكافأة، هذه شهامة. أتظنون بأن سيد عبد الإله بن كيران هو رجل شهم، يعني سيطرد وزيرا لأنه بقي ولأنه يظن أنه وزير قام بدوره؟ هذه ليست مكافأة، هذه شهامة من مصلحة البلاد فوق رد المعروف. ولهذا ليس رد المعروف، ليس رد المعروف، والدليل على أنها رجل حزبي، يعني حزب الاستقلال. حزب الاستقلال يدخل في تناقض، يدخل في تناقض مع نفسه. يعني الوفا كان جيدا عندما اقترحوه ودخل الحكومة، عندما اختلف مع السياق التاريخي وجب خلينا نذكر أن يخرج مطرودا. ولماذا إذا كنا نريد أن نذهب من المنطلق الحجة التي تقدمها، لماذا لا نقول أن أيضا حميد شباط عندما كان يريد تعيين بعض الأشخاص المقربين له هي أيضا رد جميل وشهامة؟ لا، أولا حزب الاستقلال يتعامل بمنطق يعني الغنيمة. نحن لا أقول حميد شباط ليس غنيمة، لا هذا هو الغنيمة. نحن لا نتعامل بها غنيمة، نحن نتعامل بمنطق رجال الدولة، وهذا هو الفرق، وهذا فرق جوهري. ولو صبر شباط لأعطيناه أكثر مما أعطيناه. نحن لم نطالب بمناصب يا أخي، نحن طالبنا نحن بإصلاحات. بماذا تطالبون؟ هذا عبر المذكرات بتكسير الحكمة في انتخابات هي كلمة حق يريد بالحكمة جيدة، جزء من النمو الداخلي للبلد. نحن نظن أن الحكمة والتسيير الجيد للبلاد قد يساهم في رفع النفوذ الاقتصادي. هل حققتم ذلك عبر استقالتكم؟ لا كنتم في الحكم، أنتم الذين كنتم متواجدين في الحكم مع الأخ عبد الإله بن كيران، لكن كيف يمكن أن نستمر في الحكم مع زعيم رئيس حكومة لا يرى
له لا مبالاة كبرى أمام المطالب حزب الاستقلال. مطالب حزب الاستقلال كانت واضحة، كانت هناك مذكرات الحكمة الجيدة، الحكمة يعني الجيدة طالب بها طالب بها جلالة الملك أثناء خطابه هذه ساعتين. نحن في مهمة من ضمن المسائل التي كنتم تعترضون عليها هي خفض سياسة الدعم، والتي هي توصيات البنك الدولي لمساعدة المغرب. ألا يحتاج المغرب لهذه المساعدات في وقت أنت قلت فيه ان الاقتصاد هو في ازمه اقتصاديه؟ نعم، كانت هناك لدينا رؤيه اقتصاديه مختلفه، كانت هناك لنا رؤيه رغم ان وزير الاقتصاد كان منكم. نعم، وقد كان وزير الاقتصاد له شهادات دوليه على حسن التسيير، ولكن رئيس الحكومه لم ما هذا التناقض يعني لا ما انا نهضر معك. احنا طلبنا بالحكمة الجيدة وضد الفساد والريع الاقتصادي في البلد. الإصلاح الضريبي كان من أهم المطالب تاع حزب الاستقلال من أجل النمو الاقتصادي. هناك تلاعب ضريبي كبير في المغرب، ومن مطالبنا كانت هناك الإصلاح الضريبي، إصلاح التقاعد، إصلاح صندوق المقاصة. نحن لم نطالب بخفض هذا ما نقوم به. لا يا أخي ما نقوم به. نطالب بخفض دعم الشعب المغربي. نحن طالبنا بتحسين التسيير. نحن طالبنا بحسن التسيير. الآن أخت إيلا عندي كلمة أخيرة. نحن أمام إحباط سياسي، والديمقراطية في المغرب في خطر. أنا أزين كلماتي، الديمقراطية في خطر، لكننا سنأخذ موقعنا الجديد في المعارضة على محمل الجد. حزب الاستقلال له تاريخ كبير في المعارضة، أكبر من 30 سنة في المعارضة، وسنقوم بواجبنا على أكمل وجه. ومصلحتنا عكس ما قال الأخ ليست هي تقسيم المناصب والكعكة كما قام السيد بن كيران مع السيد مزور مدة 3 أشهر. مصلحتنا هي البلاد والنمو الاقتصادي وإصلاح التقاعد وإصلاح الضريبي والنمو الاقتصادي للمغرب. وأخيرا العمل ضد البطالة. طيب سيد المرابط، الكلمة الأخيرة لك. هل التشكيلة اليوم هي التي تحقق رؤية حزب العدالة والتنمية للمرحلة المقبلة؟ أنا أقول بأن هذه التشكيلة الحالية هي جاءت في ظرف، وأظن أن أحسن شيء كان يمكن أن يصل إليه السيد بن كيران هو ما وصل إليه، وإلا لا وصل إلى شيء آخر. لابد قبل أن أختم أن أنوه بما ذكره صاحب الجلالة اليوم في خطابه حول البرلمان وحول دور المنتخبين، لأننا عندما نرى بعض المنتخبين في بعض المدن ونرى تصرفاتهم يعني وعبثهم، فهذا دليل على أن شكرا لك سيد عمر المرابط عضو المجلس الوطني ومسؤول حزب العدالة والتنمية في الخارج. شكرا لكما